أهل شيعة جعفر وهم يزورونه من بعيد. جعفر يحن ويصيح يا زوار الحسين، زوروا ضريحي بالمدينة يا مسلمي. يلي تزور حسين برض الغاضرية، بذيك الزيارة بتهل صبح ومسية. تزور بطمأنينة ضريحة وأريحية، وتقبل الشباك وتمسكه باليدين. تقعد على قبر الشهيد بكل هافة، وتطوف حوله بكل أمان بلا مخافة. تقرأ الزيارة والدعاء بساعة طوافة بزيارة المظلوم، تهنى وتقر العين. وانا ضريح تزور زواره من بعيد، يقارن بين زيارتنا لسيد الشهداء وبين زيارتنا لأئمة البقية. وبينهم صادق القول جعفر بن محمد. وأنا ضريح تزور زواره من بعيد، يخفي سلامه زاير ما يرفع الإيد. وزيارتي بسكات تقراها الأجاويد، كني أسير ببلد جدي وانطلب دين. مذهب الشيعة جعفر الصادق يا زوار، جد رسول الله النبي أحمد المختار، وحيدر علي جدي قسيم الجنة والنار، وام الزكية فاطمة ست النساوي. أرد أسأل الزوار والناس الغيارة عني يا شيعة، ليش ممنوعة الزيارة؟ وليش القبر مهدوم لا قبة ومنارة؟ ليش الوصل ممنوع عني يا موالي؟ حالي الموالي يصيح والدمعة جرية، ودنا نزورك سيدي يا ابن الزكية، ونطوف قبرك يا إمام الجعفرية. ننعى ونلطم على القبر والنوح صوبه، لكن يا ابن بنت النبي تدري بالأحوال، لكن يا ابن بنت النبي تدري بالأحوال. تعلم يا ابو الكاظم علينا وصلك محال، بس لو أمر تامر ترى نفديك لا جال، نفديك كل ما نمتلك يا ابن الميامي. عدنا بدر غايب علينا طول الغياب، ينتظر رجوعه يشيد ذيك القباب.
وياه نزحف للزيارة بكل الأحباب، وباشر تصير أفواج زوارك ملاي. ولكنما الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأجرنا اللهم في مصابنا بأئمتنا أئمة الهدى، ورحم الله من يقرأ الفاتحة تسقى صلوات.